مرة ثانية صباح الخير عليكم، والمساحة القادمة نفردها لمنظمة شباب بلا حدود متمثلة في رئيس ومؤسس المنظمة الأستاذ آمنة خالد. صباح الخير عليك. صباح النور عليكم، صباح سعيد لكل مشاهدي قناة سودانية 24، وشكرا للاستضافة الجميلة. إن شاء الله يا رب. كيف الأحوال؟ تمام؟ كيف أصبحت؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. بداية تعريف بالمنظمة كذا، الفكرة والتأسيس والنشأة. طيب، المنظمة السودانية لشباب بلا حدود سودان Organization Youth Without Protest هي تأسست لها 4 سنة بس بشكل فعلي لها 2 سنة، يعني تسجلت في الهاك في العون الإنساني. هي كانت مبادرة اسمها المبادرة القومية لتطوع الشباب. بدينا بشكل فعلي شهر 6/2018، بدينا نشتغل مجموعة برامج خاصة بتطوير الشباب. بعديها يوم 5/11/2018 عملنا لها كان حفل تدشين في ساحة الحرية بتاريخ 5 بالمساء، كان الساعة 6 مساء. بعديها تاني انطلقنا في مجموعة مبادرات وأنشطة في مختلف المجالات وكذا. والثورة ذاتها أكيد طبعا، هي سبحان الله هي جات فترة ما قبل يعني مع الثورة، الثورة كده بست أيوة شهور تقريبا. أيوة طبعا، هي تولدت كده مع بيقولوا السودان الجديد، سودان الحرية والمدنية، سودان الحرية والسلام والعدالة وكذا. بعديها تسجلت بتاريخ 9/3/2020 السنة الفاتت، وحاليا تمينا 2 سنة وداخلين إن شاء الله في السنة الثانية. المنظمة السودانية لشباب بلا حدود منظمة في أهدافها متمثلة مجملا في كل أهداف المنظمة، هي تابعة لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة اللي هم أهداف الـ SDGs 17 للأمم المتحدة، مركزين على هدف واحد هو هدف الكاباسيتي بيلدينج، تطوير وبناء القدرات للشباب. طيب، إحنا حاليا بنقوم بمجموعة من الأنشطة والبرامج. إحنا بكرة إن شاء الله عندنا انعقاد الجمعية العمومية للسنة الثانية يعني على التوالي للمنظمة وكذا. ده إن شاء الله حيكون في قاعة الإعلام، المركز الإعلامي في وزارة الثقافة والإعلام، شارع الجامعة. مجموعة البرامج والأنشطة اللي بتقوم بها المنظمة هي كلها بتصب في مصلحة الشباب. الشباب هم لهم تأثير ودور فعال جدا في المجتمع. أكيد يعني. طيب، نحن نتكلم بتفاصيل أدقة أكثر كده، يعني تحديدا دور المنظمة تجاه الشباب، يعني البرامج الفعلية اللي قامت بها المنظمة كان فيها تفاعل، كان فيها احتكاك مع الشباب. طيب، إحنا نبدأ بمنطلق الثورة بدأت هي ثورة الشباب. اللي بيقولوا الثورة هم شباب، فإحنا السودان بشكل عام فيه مجموعة كبيرة من المنظمات تتعدى 10,000 منظمة. المنظمات الشغالة أو العاملة في مجال الشباب بشكل عام هي ما كثيرة، يعني ما في منظمات كثيرة مهتمة أو انترستد بالمجال بتاع الشباب، أو حتى ما فعالة، خليني يعني بشكل فعلي شغالة لكن ما فعالة. نعم. إحنا كمنظمة بنختلف إنه إحنا جايين بفكر جديد، فهم جديد، إنه نضع بصمة للشباب. كل القضايا اللي بتهم الشباب ديل، سواء كان بطالة أو أي مشاكل بتخص الشباب بشكل عام، إحنا مركزين عليها، وتحديداً أكثر حاجة شغالين عليها تطوير وبناء القدرات للشباب بشكل عام. يعني شو تطوير وبناء قدرات؟ طيب، الشاب هو في مرحلة 18 سنة، أنت بعد ده بتكون زول ماتيور، يعني كده زول ناضج وفكرياً كده، بتكون داخل على مرحلة الجامعة. فالطالب في مرحلة 4 أو 5 سنين حسب طبعاً التخصص سواء كان علمي أو أدبي، بيبدأ يعيش مرحلة جديدة في عمره، فبيتعرف على ثقافات جديدة، ناس بفكر مختلف. طيب، انت جاي بتدرس عندك لكشر محاضرات معينة بتخلصها سيمسترات بتمتحنها بتنجح بجرادويت أو تقدير معدل معين وبعدها بتتخرج. احنا كمنظمة بركز انه كل الشباب مثلا المجالات الهندسية، مثلا الكليات الهندسية، الكليات الفنية، الطب بس ما كثير، الميديكال، كل التخصصات الأدبية بشكل عام، الاقتصاد، كل التخصصات. إحنا ما بنعمل استثناء لتخصص معين أو كده. يعني الطالب ده هو أثناء فترة الجامعة إحنا بنلحقه بكمية كورسز كثيرة جدا في مجاله الأكاديمي، زايد مجموعة دورات تدريبية بندخله في كورسز كثيرة بيتخرج بها، هو زول جاهز لسوق العمل. طيب، الكورسات والدورات التدريبية دي كيف بدهم تصميمها؟ أو مثلاً أنتوا بتتعاقدوا مع معاهد أصلاً بتقوم بالأدوار دي، ولا أنتوا بتتعاقدوا مع مدرسين، أو يعني كيف
فعليا كده يتم يعني تطبيق بناء القدرات دي من خلال الكورسات؟ طيب المنظمة السودانية شباب بلا حدود في إدارة كاملة بتشرف على الشغل ده، فيها مجموعة من الأكسبرت الخبراء سواء كانوا مدربين عالميين من برا السودان داخل السودان أو من برا السودان. بذكر إنه يوم 5/11/2018 في الاحتفالية بتاعة تشييع المبادرة القومية لتطوع الشباب كان جبنا مدرب عالمي من خارج السودان، كان عمل لنا برامج ما يقارب الساعة لأربعين دقيقة. فإحنا مهتمين جدا انه الناس ذاتهم اللي بنجيبهم عشان يدربوا الشباب ديل هم ناس بيكونوا اكسبرت خبراء في المجالات دي، يعني سواء كان تعاوننا من خلال اعتمادنا مع تعاقد او تعاون مع مدربين او كان مراكز تنميه بشريه يعني موجوده هنا في السودان يعني او خارج يعني. طيب في شراكات بين المنظمه واي منظمات اخرى مثلا؟ والله اقوى شراكه هي متمثله في يعني كانت شراكة حقيقية ورعاية من قبل الجمعية السودانية للأمم المتحدة. هي كانت إحنا أول ما بدينا إحنا ما كنا مسجلين، المنظمة دي دخلت أوراق العون الإنساني 2018 شهر واحد بس، كان في البلد كان مرة بظروف صعبة جدا يعني ما قدرنا نسجلها. فكانت رعايتنا الكبيرة والقوية كانت من قبل الجمعية السودانية للأمم المتحدة. بحيي من هنا رئيسة وبحيي المدير التنفيذي لها أستاذ مبارك يحيى ودكتورة برضو سارة أبو، هي عضو برضو أصيل في الجمعية، والله ما قصروا معنا دعمونا يعني جدا. تتعاون تعاون أيوة مباشر مع من خلالنا إحنا يعني ولا؟ أيوة نعم، الجمعية السودانية الأمم المتحدة هي جمعية لها تقريبا ما يقارب 50 عام. هي جمعية موقعة في أو مقرها داخل وزارة الخارجية. فهي عضو جمعيات عضو جمعيات الأمم المتحدة هنا في كانت السودان. كانت دعم لكم بشكل كبير؟ بشكل يعني كبير جدا أكيد نعم، يعني إحنا يكفين إحنا لما نحتاج إنه نشتغل شغل مع جهات أو كده إحنا الورقة الرسمي اللي هو من خلاله إحنا بنشتغل من خلاله. فالحاجة دي كانت أدت لنا سبورت كبير جدا يعني. فحتى الفعاليات 2018 الحفلة التشين ده كان فيه جهات دبلوماسية وكان برامج ممتازة جدا، فلهم كل الشكر والتقدير يعني. توصل إن شاء الله كده. المشاريع اللي بتقوم بها المنظمة حاليا شو؟ طيب حاليا إحنا مركزين على برنامجين. البرنامج الأول مبادرة اسمها تطوير. مبادرة التطوير دي إحنا مستهدفين فيها 1000 إن شاء الله، هتكون مع بداية السنة الجديدة 2022 بإذن الله تعالى. مبادرة التطوير دي مبادرة تهدف لتطوير الكوادر الشبابية في السودان، سواء كانوا طلاب، خريجين، ناس عاملين، موظفين في عمر ما بين 18 سنة لحد 35 سنة. أعلنتوا عن الفرص يعني في شباب؟ إحنا شغالين في مرحلة إعداد للبرنامج ده. برضو في برنامج تاني شغالين فيه هو ملتقى أو مؤتمر شباب بلا حدود بإذن الله تعالى، حيكون في الشهر واحد أو اثنين بداية اثنين بإذن الله تعالى. فمجتهدين إن شاء الله إنه نحصل كده ونبدأ، لأنه شباب السوداني منتظر يعني الشباب مجتهد بيحرق وجود منتظر من البلد دي كتير. وإحنا كذلك دورنا كمنظمات مجتمع مدني لازم إحنا نكون خير عون للشباب يعني. يعني هو ممكن يكون بالرغم من الظروف العامة اللي يعني حاصل في البلد حاليا كده، لكن في أبواب كثيرة جدا وشبابيك كثيرة جدا ونفوس متفتحة لأنها تتطور تتقدم. زي ما قلت الروح بتاعت السودان الجديد لسه موجودة في الشباب كده، وحابين يطوروها ويقدموا بها السودان اللي هم حابين يشوفوا كده. المشاريع المستقبلية للمنظمة أو رؤية مستقبلية للمنظمة؟ نعم، السودان الآن منفتح لمرحلة جديدة جدا بالذات في مرحلة المدنية الجديدة إن شاء الله، ففي انفتاح كبير جدا. إحنا حاليا إن شاء الله الفترة دي حاولنا نخلق نوع من اللينك أو التواصل مع منظمات شبابية في مختلف الدول العربية. إن شاء الله حيكون في نسخ جديدة من برامج شبابية هي موجودة في الوطن العربي، في برامج خاصة بأحمد الشقيري وغيرها من البرامج المختلفة وكذا. إن شاء الله حتكون مفاجآت سرة جدا، برامج شيقة ويوسف مفيدة جدا للشباب، ما أفضل نفسح عنها لأنه إن شاء الله يعني كل جديد ترقبوا منها بإذن الله تعالى. يعني إن شاء الله أخيرا كذا يمكن لأنه خلاص وقتنا خلص كذا، الجانب الإعلامي في المنظمة كذا أنتوا لياتوا مدى واصلين الشباب لياتوا مدى؟ يعني أحيانا بتلاقي بصادفين مثلا يقول لك والله ما سمعنا بمنظمتكم ما عارفين كيف نوصلكم أو نتواصل معاكم. الجميل في المنظمة دي سبحان الله، يعني أنا مؤسسة المنظمة ورئيسة لها حاليا، وبحيي من هنا كل
أعضاء المنظمة بشكل عام وبصفة خاصة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة. إحنا الشيء المميز فيها الاسم بتاعها، يعني الشباب بلا حدود. هي إحنا لسنا منظمة عالمية، إحنا منظمة وطنية، هي يعني بشكل بحت جدا. فيكفي الاسم بتاع إنها اسم مميز جدا، يعني بيرفكت، يعني مختلف جدا. فالشباب هم العطاء، الشباب هم الوقود، الشباب هم الحياة، هم الحاضر والمستقبل، هم الآن وكذا. فبإذن الله تعالى إن شاء الله إحنا مع مجموعة كبيرة جدا من منظمات المجتمع المدني إن شاء الله حنكون في حلقة بتاع التواصل لكل البرامج اللي بتخص قضايا الشباب بشكل عام بإذن الله تعالى إن شاء الله. موضوع الجمعية العمومية كله تمام ناجحة بإذن الله؟ يعني لا بإذن الله. هو إن شاء الله بكرة أنا من هنا بقدم دعوة لكل الشباب الموجودين الحابين ينضموا لنا. إحنا بكرة إن شاء الله الساعة 1:30 ظهرا في قاعة المركز الإعلامي بوزارة الثقافة والإعلام الاتحادية، إن شاء الله حيكون في الجمعية العمومية إن شاء الله للعام الثاني على التوالي. إذا في أشخاص حابين يتواصلوا معنا عشان يكونوا حضور، عندنا صفحة موجودة في الفيسبوك اسمها المنظمة السودانية للشباب بلا حدود، ممكن يتواصلوا معنا إن شاء الله. إن شاء الله شكرا لك كثير رئيس ومؤسس منظمة شباب بلا حدود كذا. شكرا، يديك ألف عافية. شكرا كثير. شكرا.